أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. مع احتدام المعارك إلى 24 ساعة وفي محور شجاعية الزيتون، كما يفضل الإسرائيلي تعطير عملياته في هذا الاتجاه، وجدنا أن الكتيبة 202 وهي الكتيبة الثانية لسلاح المظليين بعد 101، أي 101، وهذه 202، وهذه الكتيبة هي التي تقود العمليات ليس وحدها، وإنما المظليون. وبعد التراجعات التي حدثت وبشكل واسع، ورغم الوصول إلى استشهاد قائد الكتيبة كتيبة الشجاعية ونائبه، فالنائب الآخر عن النائب القائد الثالث للكتيبة أدى دورا في استعادة مرة أخرى الموجة. هذه الموجة لا تزال إلى الآن تؤثر، وهذا الذي دفع مباشرة إلى خروج أمبيتون قائد المظليين للميتين واثنين، وقال بأن هذا المحور يعرف أولا دخول الدرونات من جهة. إذا الدرونات هي التي حاول من خلالها أن يوازي تماما هذه المعارك بكثير من العملانية المنطلقة عبر الجو، ليس الآن من خلال سلاح الجو بالمقاتلات، وإنما من خلال الدرونات. الدرونات اليوم هي الأساس في العملية إلى حدود اللحظة، ورغم ذلك فالكتيبة لا تزال تقاتل بشكل متقدم للغاية، إلى درجة أن هناك حالة إصابة للطاقم المتنقي مع أمبيتون. إذا أقرب شخصية لأم أصيبت اليوم، هذا معناه أننا أمام أولا تحرك من خلال كتائب القسام. هناك 7 آليات عسكرية من جهة بلغت فيها خسائر إلى حدود متقدمة، وسقوط 30 جنديا على الأقل، هذه بالنسبة للفترة الصباحية. وبعدها لاحظ الجميع تحرك سرايا القدس عبر الشجاعية التفاح. فرأينا ماذا؟ رأينا حركة المظليين الإسرائيليين 202 من خلال الشجاعية الزيتون، ولاحظنا في الاتجاه الآخر أن حركة سرايا القدس وباقي المقاومة عبر الشجاعية التفاح. إذا لاحظ الجميع هذه المحاور في الانتقال والاستدارة والمناورة. هذه مسألة رئيسة كان أهم ما فيها محاولة تعزيز الإصابات في الآليات، وبلغ هذا الوضع إلى حدود هذه اللحظة 7 في الفترة الصباحية و4 في الفترة المسائية، وهذا يعني أن ما يتجاوز 11 آلية الآن أصيبت، مع ما يستتبع ذلك من حركة للوجستيك مرة ثانية لاستعادة الوضع القائم، وأيضا الضربات الموجهة لنقطتي تمركز، وهذا لم تشر إليه البيانات، إنما أشار إليه الجيش الإسرائيلي. هذا معناه أننا أمام استمرار لكثافة العمليات في الشجاعية. إذا لدينا هذا المستجد الأساسي، 11 آلية إلى حدود اللحظة، ومن 11 إلى 15 كما في بيانات الجيش الإسرائيلي. هذا معناه أن هناك حالات إصابة قد تكون عن طريق الحوادث أو غيرها، أو أن هناك مقاومين من فصائل أخرى هي التي قادت العملية. إذا 15 آلية أيضا مع رفع الفاتورة في النخبة، نخبة المظليين التي تدير هذه العملية. واقع الحالي أن المظليين هم الذين يواصلون عبر الاحتياط 551 في جباليا. إذا المظليين عبر الاحتياط أو أيضا عبر الفرق الأساسية
يتحركون جميعا في هذه المناطق الصعبة في نظر الجيش الإسرائيلي، وهذه النقط المقاومة الشرسة في كل من جباليا، الشجاعية، الزيتون، وأدخلت حركة سرايا القدس معنى آخر للتحرك لضرب الدينامية المتقدمة للميتين واثنين عبر فتح الشجاعية التفاح من أجل المتنفس، وأيضا إعطاء العمليات هامشا للمناورة. إذن مهم جدا أن نؤكد أن العمليات التي أنجزت من داخل الشجاعية الزيتون وأيضا في الاتجاه الآخر بشكل مناور عبر سرايا القدس من الشجاعية وإلى الشجاعية التفاح، هذا كله يؤكد أننا أمام تعاطي مباشر مع الآليات، لأن الآليات في الشجاعية هي أكبر نقطة، ولا بد من المزيد من الضغط على هذه الآليات ومحاولة الوصول إلى تحقيق نتائج باتجاهها. إذن لدينا هذا المستجد الأساسي بالنسبة لحركة محور الشجاعية الزيتون، وبشكل مقاوم عبر السرايا انطلاقا من الشجاعية التفاح. إذن هذا هو المستجد. بالنسبة للإسرائيلي فإنه يتحرك بالمظليين بإدارة وقيادة المظليين من جهة أساسية في جباليا وأيضا في الشجاعية الزيتون، وعندما نلاحظ ذلك فكلما حضر المظلي نجد استخداما جيدا للدرونات، فهناك درونات الآن في جباليا، وهناك أيضا استخدام درونات قوية للغاية كأداء بالنسبة للشجاعية. إذن الأمر يتعلق بالميتين واثنين على صعيد الشجاعية الزيتون، وهناك 551 على الصعيد الآخر في جباليا. في لحظة حاسمة يمكن القول أن العمليات الآن عبر الإنزال أو على الأقل تكتيكات الإنزال ومن ثم أيضا الاستخدام الدروني، كل هذا يجعلنا أمام تقدم واضح بالنسبة للإطار العملياتي لتتوحد من جهة أخرى ردود المقاومة. هذه القوات هي التي تتقدم الآن أيضا لاحتواء المظليين، وقد دفع الثمن غاليا كوموندو 699. هذه زاوية أساسية بالنسبة لمقاومة جباليا وإمكانية استغلال ظرف محدد للأبنية المتلاصقة لجعل هامش وضرب كل الأماكن المحصنة، مما أخرج الجنود إلى الخيمات، وفي الخيمة أيضا هناك صعوبة في التعامل إلا من خلال تأمين الحالة الدرونية. لذلك فهؤلاء المظليين من جهة لديهم اعتبارات أساسية عكس القوات البرية، لأن العملية التي يقومون بها تحت الدرونات تجعل أولا إصابة مباشرة للحالات عبر الدرونات، وأيضا لحماية هذه الخيم والتجمعات انطلاقا من الدرونات. إذن الأزمة كلها أن هناك ضرب جميع المصانع وضرب جميع البنيات التحتية لدرونات المقاومة، ولا يعتقد أحد سوى أن وضعية خان يونس هي الوحيدة المتوقع أن تكون فيها الآن استخدام لدرونات، واستخدمت قبل 48 ساعة الأخيرة. هذا معناه أننا نتحدث عن أولا الإصابات بالتاندم، الإصابات بال105 وال107 والار بي جي، كل هذا استخدم في 24 ساعة الأخيرة، ورغم الصعوبات فإن هناك حالات مؤكدة جعلت اضطرابا حقيقيا أمام
سلاح المظليين، فتحدث قائدهم مما يعني أننا أمام آمي بيتون، وآمي عندما قال ما قاله بالنسبة لتقييم الوضع في الشجاعية وأيضا في الزيتون، كان هناك هامش لخروجه من أجل التأكيد على ما أكده، لأن الوضعية في الشجاعية وإلى الزيتون وضعية زعزعت بشكل كبير جدا كل القناعة، أولا حول شمال غزة وإدارة شمال غزة والتمكن من الشمال، وقول جالانت بأن مسألة الشمال وأيضا المدينة مدينة غزة مسألة 24 ساعة إلى 48 ساعة، فيما تؤكد المقاومة من جهتها أن الضربات التي وجهت إلى الشجاعية هذا ينفي تماما ما قاله جالانت، بالإضافة إلى الضربات الآن وبالأحزمة النارية على جباري البلد، هذا يعني الفشل المباشر بالنسبة لكامل خطة جباريا والاستعانة مرة أخرى بهذه الضربات للمقنبلات والمقاتلات. من جهة أخرى فإن هناك استخدام جيد للار بي جي، حنا لا نتحدث عن تطويرات الآن إنما نتحدث عن استخدام الار بي جي المحسن وبطريقة مكثفة للغاية في هجمات الشجاعية وضد الآليات، لأن الآليات هي المهمة، إخراج الآليات من إطار العملاني وآخر المهام وأولها في آن، آخر المهام بعد ضرب المشاة عموما كما حدث بالنسبة للمظليين وتحرك ما سمي بالقوات الراجلة، هذا أمر هام. وأيضا في الاتجاه الآخر هناك محاولة الإصابة الصباحية ورفع الفاتورة على صعيد الآليات، وعلى العموم فالشجاعية الزيتون إلى حدود هذه اللحظة لا تزال بنفس السياقات التي حدثت. يعرف الجميع أن صورا ستظهر انطلاقا من الشجاعية للخندق الذي صور، وأيضا لنزول الإسرائيليين إلى مناطق متقدمة على صعيد الأنفاق، لكن مع ذلك وأمام ما سمي بالأنفاق الاستراتيجية فقد استخدمت من الاتجاه الآخر أنفاق استطاع من خلالها المقاومون أن يواصلوا نفس الإيقاع العمليات في حدود اللحظة 100 ساعة الأخيرة كلها بشكل متقدم، رغم استشهاد القادة الذين هم اليوم في واجهة الضربات. فإن أهم ما رآه إلى الآن جالانت بأن هناك صعوبة أمام ما دعاه بالكتائب غير العائلية، هذه تعد بمثابة خلاف كامل مع مثلا كتيبة الغندور. كتيبة الغندور فيها أخوين الآن يحقق معهما في الشنبيت الإسرائيلي، ويعتقد جالانت أن الآن هناك العائلي من الكتائب، أي الذي كان بمثابة الداعم للغندور في مهامه، وهو الرجل الذي قاد لواء شمال غزة، فواضح جدا أن عائلته الآن يحقق معها. وعلى العموم فإن البقية الباقية من كل الشجاعية وأيضا في التفاح، محور شجاعية التفاح والزيتون الشجاعية وجباليا الزيتون، كل هذه تعد محاور عملانية إلى الآن فيها إصابات هائلة، وهناك 202 وقد تلقت هذه الوحدة التي عوضت 101، في الأول كانت 101 ثم دفع بالاحتياط داخل المظليين، ثم الآن الاحتياط في المظليين والميتين واثنين، يعني حركة كاملة، لأن ما توقع من مظليين 101 الآن في خان يونس. فهذا التعويض الذي حدث على الأرض من احتياط المظليين ومن أيضا الفرقة الثانية الأساسية،
كل هذا فشل مع الكوموندوهات 669 وأيضا البقية الباقية من الحرس الحدود وغيرها، لأن ما حدث الآن هو أن 101 من المظليين انتقلت إلى خان يونس، ثم 699 أهم وحدة كوموندو انتقلت أيضا إلى خان يونس. كل هذا جعل هذا الفراغ الذي جعل من احتياط كل الاحتياط للمظليين الآن يشتغل. ثم هناك أيضا 202، والميتين واثنين ليست بكفاءة 101، رغم أن المعركة الآن معركة مهد لها بشكل كبير جدا 101، الكتيبة 101، لكن مع ذلك فإن هذه القرارات للقادة الجدد بعد استشهاد القادة الكبار جعلت من التحديات تحديات كاملة. كل هذه المحاور تقاتل بشكل قاس جدا، وبالتالي فهي صنعت نوعا من المستنقع الحقيقي بالنسبة للميتين واثنين، وأيضا بالنسبة لاحتياط المظليين بالجملة. وبالتالي فإن ما قاله أومي بيتون كشف أن هناك صعوبة حقيقية عندما يخرج القائد المظليين ليؤكد أنه حسم جزئيا هذه المعركة. في واقع الحال فإن تدمير الآليات كالأولى الآن، إذا هناك ضرب للمشاة، هناك ضرب للآليات، مما يجعل الشجاعية الآن هي الأولى على صعيد النتائج اليوم مثلا. إذا ما دفعه اليوم تحال الإسرائيلي في الشجاعية هو الأكبر من نوعه. هذا معناه أن جباليا والشجاعية والزيتون لا تزال هذه المناطق هي الأشد، وهي التي تضاعف من نتائج المقاومة، وهذا الذي يعطي تحديا جديدا بالنسبة للجيش الإسرائيلي. نتحدث الآن عن 53 في الشجاعية وحدها، الزيتون والشجاعية التفاح. إذن لدينا مثل هذا التقدير الذي قد يؤكده غدا الإسرائيلي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.